السلام عليكم. اليوم غنعمل واحد لا فيديو طلبوها الناس بزاف على جفاف العين. ما هو جفاف العين؟ لا سيشريس اوكوليير، شنو معنيتها؟ شنو العلاجات ديالها؟ الناس اللي كيعانيو منها. دونك غادي نتكلموا اليوم عليها، نحاولوا نفصلوا نفهموا شنو هي جفاف العين. خصنا نعرفوا كنا نهضروا على جفاف العين، خصنا نهضروا على الدموع. ما هي الدموع؟ الدموع هي واحد المادة اللي كتكون عندنا في السطح ديال العين، اللي كيتم الافراز ديالها من طرف واحد الغدد. كاين الغدد الدمعية الرئيسية اللي كتكون عندنا كبيرة، وكاين الغدد الدمعية الثانوية اللي كتكون في الجفون. هاد في الجفون وكتكون في المنتهمة ديال العين، يعني في داك الغشاء اللي كيكون داخل ديال العين. كاين بزاف ديال الانواع ديال الغدد، كاين الغدة الرئيسية وكاين الغدد الثانوية، فيها لا غلوند دو ميبوميس، وكاين لي غلوند ديال الكاليسيفور، وكاين بزاف ديال الغدد كل وحدة كتفرز مادة. هاد الدمعة مكونة من ثلاثة ديال الحوايج، مكونة من الشق المائي، مكونة من الشق الدهني، ومكونة من المخاط. المخاط هو الميوكوس بحال اللي كيكون حتى في المنخ. هاد الثلاثة ديال المواد كيكونوا ما يسمى بالفيل ناكيمال أو الغشاء الدمعي. هاد الدمعة إذا تغيرت في المكونات ديالها، كانت إما مكونات ناقصة أو منعدمة، كنتكلموا على جفاف العين. فجفاف العين فيه إما عدم وجود الدموع ولا الجفاف اللي هو كتير بزاف، أولا وجود دموع ولكن إفرازات اللي هي غير متساوية وغير متوازنة، لا كميا الكمية ديالها ولا كيفيا النوع ديال هذاك الدموع كيف كتكون. دونك الناس اللي كيكونوا عندهم المشكل ديال جفاف العين، شنو الأعراض اللي كيحسوا بها؟ تيحسوا بالعين ديالهم تيقول لك ناشفة، كيتحس بها ناشفة، كيتحس بعينو بحال طاحت ليه التراب، بحال عندو فيها شي عود، بحال طاحت له فيها شي خشب، كل واحد كيتوصفها بالطريقه ديالو. المهم انها تيحس، تيقول لك الجفن ديالي تنحس به فوق العين ديالي، كنحس به نورمالمون. حنا ملي كنضرب نمشو ما كنحسوش بالجفن ديالنا، بحال كنتنفسو ما تنحسوش لا ريسبيراسيون ديالنا. فالوقيت اللي كنبداو نحسو بالطرميشه ديالنا، سافي دير كو هذيك الجفن تيقيس العين وتيجرحها. فهادو هما الاعراض عاده ديال الجفاف ديال العين، وفيها حتى تغيير في الرؤيه. ان الناس اللي كيكون عندهم جفاف في العين الشوف ديالهم تيبدا ينقص لهم، ولكن تيقول لك كتجيني شي ضبابه في واحد الوقت ومن بعد كتمشي. علاش؟ الوقيته اللي كتكون عينو ناشفه والدموع ماشي مزيانين كتكون واحد الضبابيه، ومن بعد ملي كتحسن جوده ديال الدموع كتمشي ديك الضبابيه. من الوسائل الاخرى اللي كتكون، الاعراض الاخرى اللي كتكون، كتكون احمرارات في العين، كيكون بواحد الحالة كتقدر توصل حتى القرحه في العين، وبعض الحالات عندهم دموع مفرطه. كيجي عند الطبيب هو كيقول لك انا ملي كندخل عيني كتبكي ليا، ضربني الريح عيني كتبكي ليا، وكتجي انت كتفحصو كتسالي كتقول له عندك العين ناشفه. كيفهمش كيقول لك علاش انا تنقول لك عيني تيدمعوا وانت كتعطيني الدواء ديال الناس اللي عندهم النشوفيه ديال العين. فهادشي اللي بغينا نفصلو. كاين نبداو بالشقين، عندنا الشق الاول اللي هو عدم النقصان في الافرازات المائيه، هما دوك الامراض ديال الغده اللي كتكون فيها نقص في الافراز ديال الماء، واللي كتكون عاده مرض كيكون المريض عنده شي يمكن مرض اخر في الدات ديالو، ما يسمى بالسيندروم سيك ولا المريض دو بوجرو. وهذا المرض هذا تيؤدي الى جفاف في العين، وكيؤدي تيكون معاه حتى الم في المفاصل، الم في العظام، الم في العضلات ديال الجسم، تيقدر يكون مسحوب بروماتيزمات. داكشي باش عدد كبير ديال المرضى ديال الشوفيه ديال العين كنقولوا لهم واش عندك كداوي على روماتيزم، واش كداري على امراض اخرى في الذات ديالك. دونك هذا كيكون عنده ملي كنعملوا له واحد الفحوصات كنلقاو بان العين تقريبا ما كتفرش الدمع بكميه قليله جدا. كنعملوا له، الناس اللي عندهم شوفيه تيعرفوا هذا التيست، هذا كيتسمى لو تيست دو شيغمير. هي واحد لابونديت، واحد الوريقه مصايبه من ورق بيفار، كنحطوه في الجنب ديال العين، وكيبدا كنشوفوا الافرازات ديال الدمعه، واش هاد الوريقه غادي تعمر لنا بالدمعه ولا لا. وكيكون فيها واحد المقاسات، واحد المليمترات، كنقولوا مثلا في 5 دقائق وحنا حاطين عمرات لنا مثلا 5 شرطات ولا 6 شرطات ولا 10، عاده ما خصها تكون فايته 10 المليمترات. الا كانت مثلا قل من 10 المليمتر كنقولوا كاين جفاف، والا كانت قل من 5 المليمتر كنقولوا هناك جفاف اللي هو جد حاد وجد متطور. إضافة لهذا الفحص بهذا البابي بيفار، كاين الفحوصات اللي هي جات جديدة ولا أجهزة متطورة اللي كتبين لنا أن الدمعة مثلا تتبخر بسرعة أو الكمية ديالها قليلة. فبحال هذا الجهاز هذا اللي كيبين لنا أن اللي كنصوروا به الدمعة، كنطلبوا من المريض أنه كيحل عينه كتبقى حالة بعض الثواني، وكيعطينا الغشاء الدمعي شحال فيه. هنا مثلا كنشوفوا بأن هنا كاين احمرارات، يعني ان الدمعه كتبخر بسرعه في هذه المناطق هذه، وكتعطينا فكره ان المريض اللي عنده في 3 ثواني حل عينه
الدمعات قريبا كلها تبخرات، فهذا المريض يعاني من جفاف كبير وحاد جدا، ماشي بحال واحد المريض اللي مثلا عنده 10 ثواني ولا 12 ثانيه. دونك هادو. وكاين اجهزه اخرى يعني على حسب الشركات اللي كتصنع الاجهزه، كل شركه عندها الطريقه ديالها في تقييم يعني الدموع، ولكن هادو تقريبا يعني الفكره العامه ولا البرينسيب جينيرال كيفاش كيخدموا. هناك لو تيست دو شيرمان اللي هو تيست قديم اللي كيستعمل عند الاطباء كاملين، وكاين هذا الجهاز اللي هو متطور اللي كيقوم بقياس الدمعه يعني بشكل اوتوماتيكي، وكيعطينا الكميه وتعطينا التبخر ديالها. دونك الناس اللي عندهم هذا الجفاف من هذا النوع تيكون عندهم اصابه بهذا الشكل هذا، هذا مثلا هذه الحاله ديال واحد المريض مصاب بهذاك المرض ديال كوجعو، واللي درنا له لابونتليت حطيناها تقريبا الدمعه ما كتهضرش شي كميه قليله ديال الدمعه اللي كتكون. دابا نهضروا على الحالات الاخرى، الحالات الاخرى كاين الناس اللي عندهم جفاف ديال العين ناتج على مشاكل اخرى، مشاكل اخرى مثلا الناس اللي كيلبسوا العدسات اللاصقه بشكل كبير، الناس اللي تعرضوا لجراحه صحه البصر مثلا بلازيك تيعتبرتهم يكون عندهم جفاف ديال العين، والناس اللي عندهم مثلا التهاب في الجفون، وهذا هو من الاعراض الكثيره اللي كنشوفوها عند الناس كل يوم. الناس اللي كيتشكاو تيقول لك كنحس باضطراب في عيني، فعاده ملي تنقلبوا تلقاو ان الجفن فيه التهاب، الجفن طايب حمر ملتهب، الناس كتجيهم خطره خطره الشعيره في عينهم. علاش؟ هذوك الجفون كيحتوي على ديك الغده ميبوميوس، غده ميبوميوس غروند ميبوميوس هي اللي مسؤوله على افراز الدهون اللي كتكون في الدمعه، فالشق الدهني ديال الدمعه يعني ما كانش. تخيلوا معايا عندكم الماء ودرتو فوق منه الزيت، هذاك الزيت ما كاينش، داك الزيت هو اللي تيمنع داك الماء يتبخر، حطيتوا الماء مثلا تحت واحد الحراره ولا درتو فوق منه الزيت، الا درتو فوق منه الزيت غيمنع ان داك الماء باش يتبخر بحال واحد الحاجز، الا ما كانش هذاك الزيت غادي يجعل ان هذاك الماء كيتبخر، وهذا الشيء اللي كيجعل ان الناس اللي عندهم التهابات في الجفون كيوقع لهم واحد اجتفاف ديال العين كيفي ماشي كمي، لان عندهم الدهون قليله كتبقى مخزونه في الجفون، وان كيوقع لهم ان العين تطلب الدمعه وكيولي افرازات المياه كثيره والدهون قليله، اللي كيجعلهم حتى عينهم كتدمع لهم، فكيمشي عند الطبيب وتيقول لك انا عيني كتبكي ليا، ملي كتفحصوا كتقولوا لا راه عندك جفاف ديال العين، ولكن جفاف العين من واحد النوع اللي تيكون كيفي ماشي كمي، يعني الافراز ديال الدهون اللي تيكون فيه مشكل. وكاين جفاف اللي كيقدر يكون جاي من التهابات مثلا الناس اللي كتجيهم لا كونجونكتيفيت فيغال، واحد الانواع اللي كتحرق لهم ذوك الغدد اللي كتكون مرضي، واحد المرضي دو سيستيم، واحد البافيغويد، واحد العدد ديال الامراض اللي هي شويه نادره اللي تقدر تؤدي لنا الى مرض في ذوك الغدد اللي كتفرز الدمعه، سواء كانت الغده الرئيسيه او الغدد الثانويه، وكيقدروا يؤدوا بنا الى مشكل ديال الجفاف. الان غنتكلموا على العلاجات، ما هي العلاجات ديال هذا الجفاف؟ اول حاجه خصنا نعرفوا نوع الجفاف نحددوه، واش من النوع الاول ديال جفاف ان ما كاينش افرازات ديال الماء، اولا جفاف ناتج عن مرض الغدد يعني الثانويه وعن تبخر ديال الماء، فداك الشيء باش كنعملوا هذه الفحوصات هذه كما شفتوا معنا اللي كتقدر توجهنا بيان سور مع فحص ديال العين، وكنعرفوا نتوجهوا في اي طريق. الا لقينا من النوع ديال الجفاف اللي ما كاينش الماء في العين، الغده الرئيسيه ما كتخدمش، في هذه الحاله كنطلبوا من المريض اننا كنعرضوا على طبيب اختصاصي في الطب الباطني او في الطب الرته الروماتيزم، هادو الاطباء اللي كيساعدونا كيقوموا بفحوصات على الجسم كله، كنقلبوا على اسباب يعني امراض باطنيه اللي كيمكن تكون عندها علاقه مع هذا الجفاف، وكنعالجوا حنا من جهتنا الجفاف بقطرات ودواء محلي في العين، وهما كيعالجوا الجفاف، كيعالجوا المرض المسبب للجفاف بعد القيام بتحاليل معمقه، تحاليل راديوات ديال الصدر، تحاليل ديال الدم، بيوبسي لا غروند ساليفي، هذا عدد كثير الحوايج اللي كيديروا باش نشخصوا ما هو المرض. ملي كنشخصوا المرض كنقولوا التشخيص هو نصف العلاج، الا عرفناه كنقدروا باش نتغلبوا عليه. في هذا الاتجاه حنا كاطباء العيون كنخدموا باتصال معاهم، حنا من جهتنا كنعطيهم قطرات ومراهم اللي باش اننا نحاولوا نفزقوا ديك العين، بحال ما كيكون الجفاف ما كاينش الشتا كنسقيو نفس الطريقه بالنسبه للعين. كاين يعني هذا هو الدواء الكلاسيكي اللي كنعطيو، كنعطيو ايضا مضادات التهاب ديال العين الكورتيزون، لان كنعتبروا في التصنيفات الاخيره في المؤتمرات ديال جفاف العين كنعرفوا بان مرض جفاف العين هو مرض التهابي لسطح العين، ويحتاج الى مضادات التهاب كورتيزونيه كتعمل في هذا المرض. وبالاضافه الى كنعملوا واحد القطرات اخرى كاين واحد الادويه سميتها لاسيكلوسبورين اللي سوء الحظ ما كايناش في المغرب، كاينه وسائل اخرى
كنعملوا لهم واحد المسمرات كيسموا لي كلوبياتيك كنوضعوهم هي ماشي عمليه كنوضعوهم في دوك المناطق ديال داك النقطه الدمعيه اللي كيهبط منها الدمعه للحلق باش كنسدوها. كنقدروا نستعملوا عندهم لو سيروم اوتولوج يعني كناخذوا الدم ديالهم وكيمشي للمختبر كيتحيد منه الكريات وداك المحلول اللي بقى كنقطروه في العوينات. كاين الناس اللي كنستعملوا العدسات اللاصقه سكليرال العدسات اللي كتستعمل الناس كيعرفوا اصحاب القرنيه الفرضيه فحتى هي يمكن تستعمل لان هي تعتبر كخزان للدمعه كنعمروها بواحد القطرات وكنوضعوها على العين وكتتمكن ان القرنيه وان العين تكون مرطبه مثلا مده 8 إلى 9 ساعات لوقيته اللي المريض لابس دوك العدسات ديالها. هادو بالنسبه للناس اللي وفي بعض الحالات كنحتاجوا ان يكون هناك تدخل ديال الطب الباطني مع استشفاء المريض كنعسوا في هوسبيتاليزاسيون وكيدير لي كورتيكويد بارفو جينيرال باش نعالجوا هاد النوع. نتكلموا الان على الناس اللي عندهم التهاب ديال الجفون واللي هما هذوك من الحالات الكثيره اللي كنشوفوا كل نهار. هذوك كنعملوا لهم واحد العلاجات بسيطه في الاول كنعملوا لهم كنعطيهم واحد الفيطات كاين كيتباع في الفارماسي ولا فوطة عادية كديرها في الماء سخون وكتحطها على العينين باش ان هذوك الغدد اللي ما تيفرزوش داك الزيت كيكون الزيت فيهم الداخل كيولي قاسح بحال الزبدة كندوبوا بديك الحرارة وكنقوموا بحركات بمساج على الجفون باش نخرجوا هذيك المواد الزيتية اللي كاينة داخل ديك الغدد. فهكا وكنعطيهم واحد القطرات اللي هي تتوفر على دهون ولا كتوفر على الاكسجين الهرمونيك باش كتحاول تساعدنا على ترطيب سطح العين. الى هاد النتيجه الى هاد الدواء عطى نتيجه ممتاز ما عطاش كندوزو مراحل اخرى كنزيدوهم المضادات الالتهابيه كما قلنا لك اختي ولينا نجد كل جفاف العين كله بجميع انواع ديالو هو فيه التهاب فلا لازم كنعطيو في بعض الحالات بيان سور طبيب العيون هو اللي كيعطي هاد المسائل. وهناك علاجات اخرى من الجديد اللي فيها هما العلاجات اللي كتسمعوا بلا لوميير بولسي هما واحد الاجهزه اللي كتعطي الضوء مجهد كتعطي واحد لوميير بولسي كتستعمل حتى الاطباء الجلد في ديزانديكاسيون اخرين انه كتعطي واحد اللي باش هذوك الغدد اللي كيحتويو على داك الدهون باش كان بحال كنستيموليهم كننشطوهم باش انهم يقوموا بالافرازات ديالهم بشكل عالي فنبسطوها للناس بحال الناس اللي عندهم المصارم ديالهم كيكونوا ثقال وما كيتحركوش مزيان وغيحدوا واحد الدواء باش يدوروا مثلا الدوره ديال الجهاز الهضمي بنفس الطريقه الغدد اللي كتفرز هذوك الدهون كيكون عندها واحد العضلات صغيره جدا وكتكون بحال مرتخيه وهذاك لا ستيمولاسيون بالسيستم ديال الاي بي ال ولا لا لوميير بولسي كتعطينا اننا كننشطوا هذوك الغدد باش انهم يقوموا كاين لا بد ما كنساعدوا بالقطرات والمراهم وكنساعدوا بالطريقه ديال النظام ديال نظافه الوجه كنسمح لي جيان اوكولير نظافه العين ان دائما كنطلبوا من المريض انه يدير واحد الفيطات في الماء سخون وانه يدفي. دونك كيف ما كتشوفوا معنا في الحاله ديال مرض الجفون كيكون فيها الورديه الوجه وورديه الجفون اللي هي الغوزاسي اللي كتكون كتؤدي الى المشاكل. الى ان هناك حالات اخرى الناس اللي كيلبسوا العدسات اللينه الناس اللي داروا جراحات سطح البصر الناس اللي كيكون عدد متفاوت ديال 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 العمق ديال هذا المرض ديال جفاف العين وكنعالجوا كل حاله على حساب المستوى ديال الحده فعاده تنصوروا المريض كيفاش كيعيش من كيصبح في الصباح كي تيكون شحال من قطره يحتاج يدير في النهار وكنحاولوا نادابطيو هذيك العلاجات اللي تبقى على حساب العذاب اللي معذب هو اذا كان المريض ما تيقدرش لا يقرا ولا يصوب ولا ماشي بحال المريض اللي عنده واحد الجفاف بسيط اللي غيدير ثلاث قطرات في النهار وغادي يحسب راسو مزيان. دونك كنتمنى تكون هذا الفيديو كانت شامله بالنسبه للمرض الجفاف لان بزاف ديال الناس كيسولوني عليه واليوم لقيت الفرصه باش انني نتكلم عليه. دونك هناك علاجات الان متوفره بشكل كبير كاين هناك علاجات لكل حاله يجب تشخيصها تشخيص الحاله تشخيص السبب المراقبه ديالها والعلاج على حسب الحاله اللي فيها المريض وشكرا.